وهانتوما هنايا بعد ما طحنتها هذه خليتها مهرشه هكا يقول كتشوفوا عجبتني هكايا. وها اللي طحنتها مزيان ها هي الغبرة، ولكن انا نفضل انني نبداو على بركة الله. كيف كتشوفوا ما حد الثومه كيف قلت لكم ما حد الثومه ولات رخيصه، نصايبوا الثومه غبرة في الدار. شي حاجه اللي هي سهله دابا اي وحده عندها الهشوار في الدار، هذا بلا ما نهضر عليه، ولا هو المساند الرسمي ديال الكوزينه هو هذا. وكيف قلت لكم الثومه ها هي ما غاديش نقيوها ما حتى شي حاجه، حيد لها غير هاد الراس نفرتتوها بحال هكا كيف كتشوفوا ها هي الثومه دابا رابعه ب20 درهم، ها هي رابعه اللي جبت ب20 درهم. هانتوما دابا كتهناي ملي كتصايبها بحال هكا كتهناي منها، مابقاش واحله كل ساعه قلبي عليها ولا حتى تشريها. دابا كتهنى ملي كتكون عندك في الدار، اللهم صيبي حاجه بيديك كتهني منها، في نفس الوقت كتكون كميه زوينه حيت سبحان الله العظيم حاجه ملي كتصيب في الدار كتكون كثيره شي بحال ملي كتشريها. هانتوما راني ما قشرتها ما والو، حيت لي غير هاد العواد ملي حيدت راه درتها بقشورها، ما كاين لا تمارة لا عذاب لا حتى شي حاجة. وكاينين شي أخوات كانوا قالوا إلا نقيتيها وطحنتيها بحال هكا كطيح طونسيو، ما كطلع طونسيو كطيح طونسيو ديري أختيكم ماما إلا كنتي خايفة تشميها ودير طلع ليك طونسيو ولا طيح ليك طونسيو ديريكم ماما. واخا انا بان ليا بان ما غاديش تعطي حتى شي ريحه دابا اللي غادي طحنيها، لان ما غاديش حركيها بيديك ما حتى حاجه، غطحن هنايا في الهشوار ومن تما غتهزيها بمعلقه خشبيه وتلوحيها في هذا في الطاوه ودخليها الفران، يعني ما فيها حتى شي حاجه. هذه غتنفع بزاف في رمضان، هاد الغبره هكايا كتنفع بزاف، نتوما عارفين رمضان كيكون كثير فيه المملحات، هادي غتنفع فيه. واخا حنا شحال هادي كنا في رمضان كامل كنستعملو التومة، عاد ولينا اللي كيمشي للجامع كامل نصحو يستعمل التومة، اللي كيصلي في الجامع هذا. ولكن بحال هادي ما كتكونش فيها هذيك الريحه مجهده، يعني كتدخل في الطياب صافي ما غاديش تبان. بالنسبه للبصاط بريوات تنيدات ما غاديش تبان فيهم هاد الثومه. ها انتما يا بعد ما كملت دابا غادي نطحنها بسم الله. غادي نطحنها ونرجع معاكم. نسيت ما قلت لكم واحد المعلقه ديال الملحه صغيره نسيتها، نسيت ما ذكرتهاش. اي دابا ندير هاد الطحن، هاد البريد عندي بعيد. وهنا بعد ما طحنتها ها انتما ها هي غنجيب هنا الطاوة كتدخل الفران ونفرش عليها هاد كاغيط ديال الطبخ وغادي نسلحها فيها. هذا ما غاديش نغسلو دابا، غندير فيه لقامة ديال الحوت صافي دابانيس، ندير فيه الربيع دابانيس ولقامة، وهادي غندير لها بحال هكايا. نسرحها هكايا و
غادي ندخلها الفرن باش تكمل. هانتوما ما يبنات ندخلها الفرن باش تكرب وعاد نعاود ندخلها وتشوفوها. بعد ما بعد ما كرمات الثومه ديالي كيف كتشوفوا تسمعوا الطرميشه ديالها، دابا غادي نطحنها بسم الله. دابا غندير نطحنها ونرجع معكم. وها نتوما هنايا بعد ما طحنتها هادي خليتها مهرشه هكايا كيف كتشوفوا، عجبتني هكايا. وها اللي طحنتها مزيان ها هي الغبره، لكن انا نفضل انني نخلطهم بجوج ونديرهم في قرعه ونخدمهم بجوج هكايا. واخا هكا عجبتني هكا خير من الغبره صراحه، جاتني هادي بحال الشكل ديالي اللي حكيتيها بحال هكا. ريحتوما يا سلام، ها نتوما يا كتسهل عليك كتولي مهانيه ومرتاحه، غير كتحتاجيها كتجي تهزي منها شويه كتلحي معها الدجاج ولا في البصاط ولا في كلشي. تبارك الله دابا رمضان جاي ما كاين غير المملحات ان شاء الله. نتمنى تعجبكم الفكره وتعجبكم الطريقه وتجربوها في ديوركم. دابا راه نتوما رخيصه وموجوده صراحه، لا موجوده هاد الايامات يعني شتا في السوق راه كاينه نتوما هاد الايامات موجوده. نتمنى تجربوا هذه الفكره وتعجبكم، وراها ساهله ماهله بحال اللي كتشري نيت في القرعه بحالها تماما. انت كتصايبيها بيديك وكتعرفي شنو درتي فيها. خليتكم في امان الله وحفظه. ما تنساونيش البارطاج ديالكم في التعليق ديالكم الزوينين، وبسلام عليكم.